جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من اليمن وباعثها مستمع يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام سافرت مع بعض الأصدقاء إلى خارج البلاد، وذلك لغرض التجارة. فكان صديقي يمتلك الفلوس ولكنه لا يمتلك الخبرة في شراء البضاعة، فأصر علي وقال: أنا أعطيك الفلوس وأنا أقوم بشراء البضاعة له، وهو الذي يتحمل أجار البضاعة من ذلك البلد إلى اليمن، وكذلك يتحمل كل ما يتعلق من خسارة تلحق في البضاعة كالرسوم وغيرها إلى أن تصل إلى اليمن وإلى المحل التجاري بالأصح. وكان قد اتفقت معه على أن أقوم أنا وذلك بعد وصول البضاعة إلى المحل بشرائها منه وبالسعر المتفق عليه. أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل وقعنا في شبهة الربا أو لا؟ وفقكم الله. هذا الشرط غير ملزم، أنك تشتريها إذا وصلت إلى البلد هذا لا يلزمك، وأن تقوم به من مساعدة له بشراء البضائع لأن تحسن النظر أكثر منه، فهذا إن تبرعت به وساعدته به مجانا فجزاك الله خيرا وهو إحسان إليه، وإن اشترطت عليه أجرة في مقابل عمل فهذا أيضا عمل لا بأس به، أما اشتراط أن تشتريها إذا وصلت فهذا ليس شرطا لازما.